مش عارف اقول لكم ايه. ما تقولش لف. يعني تشتغل وانا ما عملتش اي حاجه، ربنا يقدرنا. سوري. ناوليني كرافتة يا وفاء. بس انا عمري ما لبست كرافتة. مش مهم. اديني وشك عشان يبقى شكلك محترم. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ صباح النور. صباح النوم. صباح بدري. نسيتك كحلي. يظهر انك كنت جعان نوم، الحكايه دي ما حصلتش بقى لمده. ويظهر كمان انك اتعودت على الراحه. صباح الخير. صباح الخير. يلا بقى غير هدومك علشان ننزل السوق، عايزين نشتري شويه حاجات. انا كمان هنزل معاك. طب والشغل اللي في ايدك؟ الشغل عمره ما بيخلص. يعني سيب سلمى بقى لوحدها؟ طب بنزل انا كمان معاكم. والله فكره، كلنا بقى نسيب الشغل والغنم وكل حاجه، ما احنا خلاص اخذنا على الدلع. والله اول مره تقولي حاجه صح. ها؟ ايه رايكم؟ تجنن. ايه بقى الوجاهه دي؟ البركه فينا، انا اللي طولتهم لك وضيقتهم لك. يلا يا حسن، احنا مش هنتاخر، راجعين على طول. عزة سلمى يلا بنت وجع القلب. لا على بالك بنت بزق. لا طب ما تقول. دوري كمان.